ركب رجل يهودي الحافلة الباص. سائق الباص مسلم. هذا اليهودي عندما ركب الباص أعطى السائق بدل أن يعطيه مثلا 1 أورو أعطاه 2 أورو. Et ça, je vais faire entrer le service, la place d'arrivée 1 euro, il donne ça à l'arrivée 2 euros. عندما أراد اليهود النزول من الحافلة قال السائق تعال يوجد لك 1 يورو. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. سبحان الله. قال له لماذا أسلمت الآن؟ قال أنا أبحث عن الأمانة عند أهل الإسلام والحمد لله وجدتها فيك. إذن أنتم دعاة إلى الله لابد أن تظهروا الإسلام عملي أكثر مما تظهره بلسانك. لأن ممكن الكافر يفعل معك فعل ويريد ردة الفعل منك، ماذا تصنع؟ possible un homme musulman il fait action avec vous il peut tester où il était coup pour faire